منا هي فتاة مجتهدة في دراستها، تحب العلم حباً شديداً، لذا فهي دائماً من أوائل الطالبات ومن أذكى الفتيات. والدليل على ذلك أن إدارة المدرسة منحتها وسام الطالبة المثالية من حيث الخلق والتحصيل الدراسي، وتم تكريمها بفقرة الإذاعة المدرسية لتكن قدوة لزميلاتها. قررت منا الاحتفال في بيتها بهذا الإنجاز، ودعت كل صديقاتها ليحتفلون معها، وحضرت كل الصديقات ومعهن هدايا رائعة تعبيراً عن حبهن لمنا وتقديرهن لمجهودها في التحصيل الدراسي وتميزها الدائم بأخلاقها الحميدة. وكانت الهدايا عبارة عن ألعاب بسيطة وكتب ترفيهية، فيما عدا هدية صديقتها إسراء، فقد كانت عبارة عن قطة ضئيلة الحجم جداً واسمها بوسي. عندما رأت الصديقات الأخريات القطة بوسي ضحكوا كثيراً وبدأوا يسخرون منها، فقالت إحداهن: ما أهمية هذه القطة وهي بهذا الحجم الضئيل؟ وقالت أخرى أنها تبدو كلعبة. سمعت القطة بوسي هذه السخرية فحزنت بشدة، ولكن منا هونت عليها عندما شكرت إسراء على هديتها قائلة: إنها قطة لطيفة يا إسراء، ولعلها تفعل أشياء عظيمة. بدأت بوسي تراقب حياة عائلة منا عن كثب وبتركيز واهتمام شديد. وفي يوم ما جلست منا مع القطة بوسي وهي تحدثها قائلة: أنت هادئة جدا يا قطتي، ولا تتحركين أبدا من مكانك، يبدو أن كلام صديقاتي صحيح، فلعلك بدون فائدة وأنت بهذا الحجم الضئيل. حزنت بوسي كثيرا بعد أن سمعت هذا الكلام، ولكن جاءت الفرصة لتثبت بوسي أنها قطة رغم حجمها الضئيل لها أهمية في حياة من تعيش معهم. ففي يوم امتحان منا تعطل المنبه ولم يرن، فذهبت بوسي بمسرعة إلى غرفة الأم وحاولت أن توقظها بصوتها الضعيف، لكن محاولتها لم تنجح، فحملت المنبه بفمها الصغير وذهبت مسرعة إلى غرفة منا وقفزت إلى سريرها. فاستيقظت لتجد بوسي بجانبها وهي تحمل المنبه، فنظرت إلى الساعة فعلمت أن الوقت تأخر، فأسرعت بارتداء ملابسها وذهبت إلى الامتحان. وعندما عادت منا إلى البيت وجدت أمها قلقة جدا وهي تسألها: من أيقظك يا ابنتي لتذهبي إلى الامتحان؟ فنظرت منا إلى القطة بوسي مبتسمة وقالت: إنها بوسي يا أمي، فالمنبه تعطل ولم يرن، ولكن بوسي كانت نشيطة فأيقظتني في الوقت المناسب حتى لا أغيب عن الامتحان. ومن تلك اللحظة صارت لبوسي أهمية كبيرة في البيت وأحبها الجميع، وتأكدت منا أن حجم أو شكل الأشياء والكائنات لا يدل أبداً على قيمتها، فالقيمة الحقيقية في الأفعال وليست في الشكل الخارجي.